شايك يا حبي؟ والله والشباب شو؟ ايش الشطارة دي؟ طب معاكي الليموني وكل حاجة؟ تمام؟ لا ده انا ممكن احضر لكم العشاء دلوقتي بعد شوية. متقلقوش تعملي حاجة من ايدك يعني. اعملي كده لازم لازم والله بدك اعمل لك ثانية؟ لا يا رب. انتوا ممكن تستغلوني في اي حاجة ليها علاقة باللي اعمل لكم حاجة وانا استغل اصواتكم بقى واقعد اغزل يعني املى يسمعك بيقول وانت يعني مو اكتر حدا موجود بالعالم. نغومة صاحبي انت والصحافة يعني بتحبي مع انه سؤال كتير يعني دمه تقيل ويا لطيف شو بينقال يعني لا لا صحاب ولا بينا حاجة وحشة يعني والله انا ما بحسش عمرها انه 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 ينفع يكون في الصحافة في قراب يعني مستحيل. هو دايما مصلحته الاول هي دي انا اساسي هو بعدين انا هو صاحبه الاولاني هو العنوان العنوان هو صديق قلبه الوحيد يعني هو صاحبه اكتر مصلحته بالزبط. مش انت مصلحته هو كصاحبه بس كتير ماشي. وبعدين حتى هلا لما بتقرا انه اللي كانوا مثلا اصحاب مثلا عبد الحليم ولا عبد الوهاب كيف بيعدوا بيقولوا تفاصيل بحياتهم بيتباهوا بيها يعني حتى لو هي حقيقه الله اعلم لانه هو بيتكلموا عن شخص مش موجود انا دايما عندي مشكله في الحكايه دي لما حد بيتكلم عن حد مش موجود وصعب يبقى موجود تاني ويدافع عن نفسه او يقول ده حقيقي ومش حقيقي انا بنزعج جدا من المساله دي. طب لما ما بيوصلوا لك وبيوصلوا لحدا بده ياذيكي هاي مرعبه كمان حدا يعني له عنده مشكله معك وبيعطوه مساحه كبيره يعني صارت معي مؤخرا بالظبط مع حدا يعني قريب كمان كتير عطوه مساحه يعني ما عطوني اياها يعني اكبر من المساحه اللي كانوا يعطوني اياها عشان يجيبك انت عشان صفحات مرعبه عشان يجيبك ما ممكن يجيبني انا ما ممكن هم بيتخيلوا كده يعني مو طريقه هو بيجيب بشيء وهم صاروا حافظين يقعد يشتم هو فكره ان انا هجيبه لا هو ما عرفش يوصل لها هي فوصل لخصمها او الحد اللي مضايقها اليومين دول خليه يقول فبالتالي هي لازم تستفز بيطلعوا اسوأ ما عنده وهو بالحقيقه بتصير يعني يعني ما حنقول مثلا 50-50 لانه هذا مو عدل يعني بتصير 80% من عيال العالم العربي والعالم عموما عندهم خلافات في خلافات عائليه كبيره وكبيره كثير يعني انا بعرف حتى ناس عوائل كبيره كثير 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 في خلافات بتوصل لحد القتل بين اخوات يعني شمعنا نحن مشاكلنا يتسلط عليها الضوء بطريقه تزعجك وتأذيك مستباحه جدا احنا حياتنا مستباحه قوي مستباحه جدا ما اعرفش بيجي لهم يعني اللي بيجيبوا لنفسهم الحق منين في الاستباحه دي يعني هم بيشوفونا ازاي انا مش عارفه يعني ليه هم معتقدين ان احنا ناس غير يعني او احنا ما عندناش القلب اللي بيتوجع زي او ما عندناش العيله مثلا اللي مش عايزه كده انا الشخص المعروف في العيله دي بس بقيه عيلتي مش عايزين يبقوا معروفين يا اخي يعني مش عايزين لا بس المشكله لما بيكونوا عايزين تبقى على الصح يعني طبعا. مش عايزين كده المشكله هي لما بيطلع لك حدا من هالعيله بيكون جاي على باله انه ينعزل عشان انا واصاله كنا محظوظين قوي في الحكايه دي احنا يعني اللي هم الاقرباء من الدرجه الاولى مش حتى البعاد شويه لا احنا اللزقه على طول هم الحياه لا وبعدين عندهم نفس يعني طريقه التعامل يعني على سبيل المثال وقيس نحن الاثنين سوا يعني انا بالنسبه لي ولانغام نفس الشيء الشخص اللي اساء لي كثير من يعني قريبي اللي ما بينفصل عني يعني بده يصالح دائما بعدها وانت مطالب منك ما تكون لئيم مع العلم هذا اللئم موجود بكل بني ادم والموقف وانك تاخذ موقف وانك تزعل لا هي مش لئيم بس انت بتوصلي اوقات مطلوب انه خلص تسامح يعني بتوصلي مرحله انه يعني ربع هذا الشيء مش عارفه تسامحي لا ما يعني ممكن سبحان الله وده مش معناه ان احنا وحشين يعني او ان احنا ناس سيئين بس انت معناه ممكن يكون انك دوست عليا لدرجه اني مش قادره اسامحك مش قادر يعني وجعتني قوي لدرجه ان انا مش قادره اسامحك ده مش معناه ان انا ست قاسيه لا هو معناه ان انت دوست قوي طب بقول لكم يا جماعه انا جاي نبسط مع بعض انتوا ايه ده في ايه اللي حصل لا الواحد هيك بس شوي انا بالنسبه لي كمان على الحمل كتير بص احنا بابا موجوده اهو انا غير موجوده وبابا عامل لها لحن عظيم تغنوا لنا كده ونقعد نبسط الناس تبسط معانا يعني بالبوم جديد بالالبوم اللي ميني البوم اللي فات ده من البوم اللي فات والله غنوه حلوه قوي 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 اسمها والله العظيم عايشه حاله طبعا وقسما بالله العظيم سمعته ودقيت لحسن الشافعي حتى قلت له بده يدق لحسن ما بعرف ليه ما دقيت لك انت غيرت غيري ارقامك انا من يوم ما اجيت على مصر ما غيرت قسما بالله غيرت في رقمك
تحلفيش غيرتي السبعات يا بيبي السبعات. طب قولي الجديد بقى، قولي الجديد. ما عندي يعني والله انا الاماني قولي الجديد عشان اخده الرقم كمان. ايه قال لي طارق معايا الرقم مظبوط؟ لا انا لقيته قبل عم احمد. فكنا الاشتباك، فكنا الاشتباك. طب هلا لو ما طلع هو انا عايشه حاله مش عارفه ايه اخرها، مش عايزه حاجه من الدنيا التاني غيرها، عايشه وخلاص مش عارفه ايه هيكل، ولا عندي اي فكر بكره مخبلنا ايه. بتكون معايا بنسى اسمي ومكاني، وبقول كفايه لحظه تعيشها عشاني، ومش فارقه روح يا حبيبي معاك اللي فيه. بس اللي بحب اقول على حسن علي محلاكي. غريب قوي بيقول كده هو بهادين محمد. انا دايما بحس الناس دي يعني يا هم مثلا كانوا زمان قبل العصر يعني، او اتولدوا ستات زمان وبعدين رجعوا، يعني في حاجه ليهم علاقه بالستات قويه جدا، بيقولوا كلام ما ينفعش تقوله وتحسه غير ست. شو الكتاب اللي مره قريته عجيب. امين معلوف بيقول انه امين معلوف باولو كويلو باولو كويلو احلى حدا كتب عن ست، مشاعر ست، يعني بيكتب حتى اشطر من الستات ما بيعبروا. ففي ناس هيك شيء غريب هذا طبعا، يعني شكل
اعلى من الابداع يعني اعلى انواع يعني الإبداع. بحس ان هم يعني بيحسوا حاجات هي اسرار عن يعني اسرار في جوه الستات يعني احنا حتى ما بنبوحش بيها في الكلام العادي ما بنقولهاش لان اوقع الرجال بتعرف صح الرجال بكحين يعني مش بكحين لا الرجال لو كانوا ستات كانوا حيكونوا شيء مرعب الحمد لله مرعب الحمد لله ان احنا ما سبناكوش لوحديكم لان قدامكم بتقولوا كده سبناهم كانوا عملوا ايه كانوا قالوا ايه على الرجاله لو كانوا لوحديهم سبيت 12 راجل في المكان وقال لك الرجاله بس الرجال لما بده يعبر عن مشاعر ست يعني كشاعر بيقول طب نزار قباني معقول المثل جريء جدا بس قصدي رجال عموما اذا بده يكتب بلسان ست بيكون اجرأ بكثير ما الست تقول لانه الست بتضلها بتستحي صحيح يعني عند الحياة اللي مو موجود عندكم للاسف رجاله طيبين جدا بالعكس طب ما هو ما انا اللي عامل اللحن ده اللي كتبه امير طعيمه يعني بص اثنين رجاله عملوا لحن في قمه الرومانسيه كلام ست اللي كاتباه يعني امير حبيب مش حاجه لكن سيد الرجاله ايوه سيد الرجاله طبعا لكن تحسي فعلا انه خارج من واحده فعلا هي قايله الكلام ده عجيب ورجاله وامير رسيل انا ما اتعلمش مثلا وامير برضو كاتبها يعني ما اتعلمش انا باخد جائزه فيها ما بتعلمش بس هي فايدتني بشيء دي كنت كمان اعرف انغام شو بتحس بهي القصه هي فايدتني انه انا بعرف دائما ابدا من اول وجديد انا ببدا بدون ما اشوف ورا مع انه بيكون مثلا عندي دمار. تجارب مرعبه ايه بس مثلا يعني لما جوزت طارق بديت معه صفحه جديده تماما واصاله جديده يعني عمرها 13 سنه احلى حاجه في كل اشكال الدلع اللي بالعالم يعني اللي حوالي كانوا يقولوا لي اصاله هدي شوي بس هلا هن خلص تعودوا يعني صرنا 6 سنين وما زلنا حتى بالعكس العلاقه الحمد لله ما شاء الله القوة الا بالله ما شاء الله هو ده بس انا على حد علمي على حد علمي ان ده اصلا ان ده على حد علمي ان ده طبيعه في الستات يعني يقول لك الراجل بطبعه يعني غرائزي جدا يعني حتى ربنا عامل له مثنى وثلاث ورباع يعني يتجوز كتير هو غرائزي الست بتقول لك الست طبيعتها ان هي الحب الاخير عندها هو الاول والاخير فاهم يعني طبيعه الست لا هي هو شوف الدنيا ما فيها شيء قواعد ثابته اطلاقا في ستات انا بشوفهم انا كست وبشوفها هي وجوزها فبقول جوزها يعني من حقه يتجوز عليها مثلا لعذره يعني معذور والله طريقه كلامه عاطفته قليله الرجال عندهم احتياجات انا اجيب مراتي واجي اكشف عندك لازم اجيب يمكن اطلع عليه يمكن اطلع ينفع اتجوز وفي ستات بتشوفهم مثلا يعني طبعا عسلية ينفع الرجال حتى يطلع يعني اذا مدلعته بتهتم ببيته بتطبخ له محسسته انه هو اهم مو محسسته هي شايفته وبتخليه يكون على ثقة انه هو اهم رجل بالعالم ليه بده يتطلع بالزبط. اذا تطلع على غيره المفروض بقى وقتها دمره دمره هي خلي بالك يقول لك جوز سوريا وتعيش عيشه هنيه خلي بالك لا والله ما لها علاقه بالعكس ما لها علاقه دي فرقت العين بقى يعني في ناس ايه طبعا ما بيبقى يا جدعان بس هو كده انا اللي بقعد يعني بقى رجاله وستات انا جايين نقعد معاك ونتبسط ونستفاد طب تعال نغني اغنيتك باب يلا اللي ميت عليها الله حاسس بخنقه وضيقه فيها مقطع بحبه كتير انت بجد جرحك ليا علمني ما علمش عليا ووقفني على رجلي الله هي حقيقه هي منتهى الحقيقه حاسس بخنقه وضيقه حاسس ان انا بتهد في ناس من بره غبائيها بس من جواها هتخد هو ايه اللي حصل في الدنيا حاسس ان انا موجوع عمال بتعذب انا بنزل من بره ومن جوه دموع بعدك مش هيموتني لا بالعكس ده انت حيتني كل حاجة فيك ربطتني خلاص قطعتها انت
قد جرحك ليا علمني ما علمش عليا ووقفني على رجليا خلاص كلامي انت بعدك مش هيموتني لا بالعكس ده انت حيتني كل حاجة بك ربطتني خلاص انت بجد جرحك ليا علمني معلمش عليا وقفني على رجليا خلاص كلامي انتهى عليكم الله عليكم يا لهوي يا لهوي